23 akan membacakan surah At-Taghabun dimulai dari ayat 1 dan seterusnya halaman 556 dengan komposisi lagu Bayati, Jiharka, Nahawan, dan Ros. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ألم يأتكم نبأ
ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Nomor peserta Teki 421 akan membacakan surah As-Saff dimulai dari ayat 1 dan seterusnya halaman 551 dengan komposisi lagu Bayati, Sikah, Ros, dan Hijaz. Qori'ah finalis cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta Teki 421 akan membacakan surah As-Saff dimulai dari ayat 1 dan seterusnya halaman 551 dengan komposisi lagu Bayati, Sikah, Ros, dan Hijaz. Disilahkan. بسم الله الرحمن
Subha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Wallahu mutim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم
يفصل بين